خالدة امرأة في العقد الرابع من عمرها، تعاني من مرض التصلب الجلدي، وهو مرض يجعل الجلد سميكا مثل الصخر. انتقلت كاميرا برنامج دلال الخير إليها لتقف على معاناتها ومأساتها، والصورة أبلغ من التعبير. مرض نادر أقعد السيدة خليدة البالغة من العمر 40 سنة الفراش منذ 4 سنوات. وحسب الفحوصات الطبية فإن ما تعاني منه هذه السيدة هو تصلب في الجلد. يبسه كاع هنا راسها يبسه كاع راسها كلش، حتى هنا ندير لها شويه زيت الزيتون ولا شويه باش تقدر تتحرك. اختي خالده ارمله، عندها بنت في عمرها 16 سنه. اختي بداها الحال في غير في رقبتها عم بان احنا لاتخوز. بدينا تبدا تتعالج، ما كاش بدا هذاك الاخر يهبطلها، بدا يهبطلها. لقات الطبيبه هنا في بوسماعين، بحثتها المصطفى باشا. في مصطفى باشا ما عامي 3 سنين وهي عندهم، تدخل وتخرج ما لقاو لها حتى نتيجه. يحكمها شويه السطر، يحكمها تزير، ما تقدرش تشرب، لازم نكونوا معاها حنايا، تشرب الماء، تشرك، تاكل، ما تقدرش، لازم لها غير حاجه هكا خفيفه برك. بمشقة على الكلام أرادت أن تحدثنا خليدة عن بداية معاناتها مع هذا المرض النادر، غير أنها لم تتوانى في حمد الله رغم هذا الابتلاء، وكلها أمل في الشفاء. ساعدتني في رقبتي، عندي 1 سنين كنت رحت داويت كاع قبيلة لاكتخوز، شربت الدواء وكانت مريحت، وليت يمشي بالعقل. بعديك بحثوني لواحد الطبيبة في بوسماعيل، رحت هي اللي بحثتني لمصطفى لوبيتال، الطبيب تاع الجلد عام ويدب يتبع فيا بس ما فهم ليش. ومن بعد قال لي روحي طب داخلي شدوني ثاني، ما عندي حتى إمكانيات باش نروح نخرج. طب الأولى من الله سبحانه يسخر لي ناس، والثانية نطلب من رئيس الجمهورية تبون رئيس الجمهورية هو أو بابانا ياك بابات الجزائر وزير الصحة يساعدني باش يسهل لي نروح نداوي. لم يبقى لخليدة وعائلتها بعد الله سوى المحسنين للوقوف إلى جنبها لمواجهة عجزها ومساعدتها على علاجها في الخارج.